قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. إخوة الإيمان، اتقوا الله جل وعلا كما أمركم، والزموا عروة الإسلام الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أيها الإخوة المسلمون، عباد الله، بعد أيام قليلة نستقبل شهرا فضيل، شهرا عظيما، شهر أنزل فيه القرآن، شهر جعل الله فيه من البركات والرحمات ما لم يجعله في غيره. والعاقل اللبيب الذي يهيئ نفسه من الآن لاستقبال هذا الضيف العظيم. أيها المسلمون، لقد فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان كما فرض الصيام على الأمم من قبلنا لحكمة يعلمها الله. والله جل وعلا لم يخلق الخلق عبثا، ولم يشرع الشرائع عبثا، بل خلقنا لأمر عظيم، وجعل الشرائع لأمر جليل. فاللهم وفقنا لإتيان شرعه، ووفقنا لاتباع منهجه. اللهم آمين. إخوة الإيمان، فرض الله علينا هذا الشهر لصيامه، وسن لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قيامه ليغفر الله لنا الذنوب والآثام،
وليقربنا منه جل جلاله. ولهذا نادانا سبحانه من علياء سمائه بنداء خاص، بنداء خاص. وما أعظمه من نداء، نداء أرحم الراحمين لعباد الله الصالحين، نداء أرحم الراحمين لعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. فالمؤمن حين يسمع يا أيها الذين آمنوا وجب عليه أن يرعي قلبه وسمعه وأن ينصت لما سيطلب منه، فإما خير تؤمر به وإما شر تحذر منه. والله جل جلاله اختصنا بهذا النداء من غير باقي الناس. اسمع أخي الحبيب، يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها الناس، ولم يقل يا بني آدم، ولم يقل يا أيها الإنسان، وهي نداءات كلها مذكورة في القرآن. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ولكن لما كان الأمر جلل قال يا أيها الذين آمنوا، نداء خاص، نداء خاص، يا أيها الذين آمنوا. فهنيئا لك، هنيئا لك أن اندرجت تحت هذا النداء العظيم من الله الكريم، من الله الجليل، من الله الغني، من الله الكريم، من الله الرحيم. لو ناداك الغني في الدنيا، لو ناداك الغني في الدنيا لاستجبت طمعا في غناه، لو ناداك الكريم في الدنيا لاستجبت طمعا في كرمه، لو ناداك الفقير في الدنيا لما استجبت خوفا من أن تعطيه. ولكن من ناداك، ناداك الغني، ناداك الكريم، ناداك القوي، ناداك الرحيم، ناداك الغفار ليغفر ذنبك، ناداك العليم ليعلم جهلك، ناداك الكريم ليكرمك. نعم إخوة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم، كتب عليكم، فلا تقنطوا لأنه فرض على الذين من قبلكم. هذه عبادة خاصة، هذه عبادة خاصة فرضت علينا وفرضت على باقي الأمم. لماذا يا رب؟ لماذا يا رب؟ الجواب: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ومدار الدين كله البحث عن التقوى، مدار الدين كله البحث عن التقوى. كل العبادات مصبها والمراد منها أن نكون من المتقين. يا أيها الناس، يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالتقوى مطلب ثاني، التقوى غاية الغايات، كلنا نبحث عنها وكلنا نسمع يوم الجمعة: اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله. إذن فمطلبنا ورغبتنا في أن نصل إلى هذه المراتب العليا أن نتقي الله جل جلاله وأن نكون من المتقين. فمن أراد أن يصل إلى تلكم المرتبة فعليه بالصيام، فعليه بالقيام، فعليه بالقرب من الله جل جلاله. وقد آن الأوان، وقد آن الأوان، أيام معدودة، أيام قليلة، أيام قليلة تجعلنا نستقبل هذا الضيف العظيم ليستفيد المستفيد ويربح الرابح، وللأسف يخسر الخاسرون.
وهناك من يضيع هذا الفضل وهذا الشهر لأنه ألف عادة سيئة، وعبادته عادة وليست عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عباد الله، الصوم له حكم، حكم عظيمة وحكم لا تعد ولا تحصى. علمنا الله عز وجل شيئا منها ليقربنا منه. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض حكم الصيام لنتشبت به ولنستغله ولنقوم به أحسن قيام، كما أراد الله وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أياما محسوبة قليلة، تعد 30 يوما أو 29 يوما. فالعاقل من استغلها، من اجتهد فيها ليصل إلى بر الأمان، ليفوز بالنجاة والغفران، لأنه شهر الصيام شهر الغفران وشهر البركات والرحمات. إخوة الإيمان، في رمضان تغفر الذنوب، في رمضان تستر العيوب، في رمضان تفرج الهموم والغموم. إن للصائم دعوة مستجابة، للصائم دعوة مستجابة. هلا استغل العبد هذه الدعوة فيما يحتاجه في دينه ودنياه؟ هل عبد الله جل جلاله يقينا وصدقا ليقترب منه سبحانه، ليتعرف عن أسرار الصيام وعن أسرار القيام؟ لأن الله جل جلاله هو الحق، ولا يفرض شيئا على الخلق إلا لحكمة بالغة. من حكم الصيام، من حكم الصيام إخوة الإيمان، التعود على ترك المباح وترك الحلال من أجل الله. تترك الحلال، تترك المشرب والمأكل والمنكح من أجل الله وهو حلال، فمن باب أولى أن تترك الحرام، فمن باب أولى أن تترك الزنا وتترك الربا وتترك الغيبة وتترك النميمة وتترك الكبائر وتترك الصغائر. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض شوك يحذر ما يرى. لا تحقرن من الذنوب شيئا فإن الجبال من الحصى. هذا هو العاقل. أمرك الله بترك الطعام وهو حلال فتركته، أمرك الله بترك الشراب لمدة معينة وهو حلال فتركته، أمرك الله أن تبتعد عن زوجك لمدة معينة وتركته، تركته. أليس من باب أولى أن تقلع عن أكل الحرام؟ أليس من باب أولى أن تتخلص من الحرام؟ أليس من باب أولى أن تسارع في الخيرات؟ نعم إخوة الإيمان، هذه مدرسة إيمانية، هذه مدرسة ربانية، وهي مدرسة رمضان. تتعود، تتمرن على ترك ما أمر الله، وإن كان حلالا فمن باب أولى أن تترك الحرام. من حكم الصيام كذلك التعود على الصبر والتمرن عليه، فإنما الصبر بالتصبر، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. تتحمل الصبر فتصبر لتتحمل أذى الجوع، لتتحمل العطش، لتتحمل كل ما تجده في صيامك من حر أو قر أو ما شبه ذلك، فتتركه من أجل الله. فهذا يدفعك أيها الصابر في رمضان، يدفعك أن تقتلع عن التدخين،
إن كنت تدخن. نعم، فرصة أمامك لترك الحرام، فرصة أمامك للالتزام بمنهج الله، فرصة أمامك لوضع المكابح لنفسك حتى تستقيم على شرع الله وعلى منهج الله. نعم إخوة الإيمان، حكم الصوم، من حكم الصوم وأعظمها تقوى الله لعلكم تتقون، وقد ذكرها الله في الآية لعلكم تتقون. حكم الصوم عديدة، حكم الصوم عديدة، منها ما نقل إلينا في ديننا الحنيف، ومنه من أدركه أهل العلم في هذا الزمان، الأطباء أدركوا أشياء، ولكن نحن لا نحتاج إلى ذلك، لأن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لعلكم تتقون. فلنصم كما أراد الله، وليصم القلب، ولتصم الجوارح، لا يكون من حظنا، لا يكون من الصوم حظنا فيه الجوع والعطش فقط، لا يكون صومنا كذلك، بل صومنا تغيير، بل صومنا تغيير إلى ما هو أفضل، تغيير إلى ما هو أحسن. وانظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم يرشدنا في الحديث الصحيح أنه إذا شاتمك أحد أو سابك أحد وأنت صائم تقول له: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. فتجعل لنفسك وللسانك لجاما وحدا منيعا وسدا منيعا، حتى لا تقابل الإساءة بالإساءة، بل تقابل الإساءة بالإحسان. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فتقول له: إني امرؤ صائم، ليس عن ضعف، ولكن لأنني صائم لا أريد مواجهتك، لأنني صائم لا أريد الرد عليك. هذا كله تطبيق لمنهج رسول الله، وتطبيق لشريعة الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على ملاذ الورى وشفيع الأنام وبعد. إخوة الإيمان، من حكم الصوم كذلك التعود والتمرن على الإخلاص، الإخلاص وهو سبب ركين وركن أساسي في قبول الأعمال، فكل عمل خلا من الإخلاص مردود، لا يقبل. والصيام مدرسة لتعلم هذا الخلق وهذا الشرط الأساسي لقبول الأعمال، تتعلمه بالصيام. كيف ذلك؟ يصوم الإنسان ولربما زوجته معه في بيته لا تعلم أنه صائم، لا تعلم أنه صائم. يصوم الإنسان ولا أحد يدري به أنه صائم، لأنه يرجم عند الله، لأنه يتعامل مع الله لا يتعامل مع الناس. كل العبادات ترى للأعيان، إذا صلى الإنسان رآه الناس صلى، إذا زكى الإنسان رآه الناس زكى، إذا حج الإنسان علم الناس أنه حج. أما الصيام فهو أدعى للإخلاص ولتعلم الإخلاص. ولهذا قال الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا
لا يتنافى مع أن كل الأعمال لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. كل الأعمال لله، إلا أن الصيام وقال أهل العلم فيه في هذا الحديث بمعنى أن الله جل جلاله تكفل بمعونة العبد في رمضان، أما باقي الأعمال فالإنسان موكل بنفسه لنفسه، أي وكل بالصلاة فليجتهد فيها، وكل بالحج فليجتهد فيه، وكل بالزكاة فليجتهد فيها، أما الصوم ففيه معونة الله. دليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان صفدت الشياطين. صفدت الشياطين أي فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. ثم ينادي الله جل جلاله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فترى أخي الحبيب منذ أول ليلة في رمضان المساجد تعج بالناس بالمصلين وهم أبناء نفس المنطقة. أين كانوا في شعبان؟ أين كانوا في قبل؟ أين كانوا في الأشهر الأخرى؟ ولكن منذ أول ليلة في رمضان ترى كأنه يوم جمعة. لماذا؟ لأن معونة الله تدخلت، لأن الشياطين قد صفدت. نعم إخوة الإيمان، لأن الإنسان له قرينان، قرين يأمره بالخير وقرين يأمره بالشر. فإذا ما أقبل رمضان ضعفت قوى الشر وقويت قوى الخير، ولهذا يتقوى الإنسان، تجده لا يصلي ولكن يصوم في رمضان، يصوم. تجده لا يعرف للمسجد طريق ولكن في رمضان يجتهد، يصلي التراويح، القيام، يحافظ، سمت حسن. هذا كله بتوفيق الله. ولهذا قال: إلا الصوم فإنه لي. القرينان قرين يأمرك بالخير وقرين يأمرك بالشر. فإذا غلبت قوى الشر الخير صار الإنسان كما ترون، وإذا غلبت قوى الخير قوى الشر صار الإنسان يعتاد المساجد، صار محبا للخير، مقبلا على الخير وعلى فعل الخيرات. ولهذا قال الله جل وعلا: قال قرينه، في الأولى قرينان، قال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي الملك الذي كان يكتب، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال في الآخر، وقال قرينه أي الثاني أي الشيطان: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فقال الله: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فهذا رمضان إخوة الإيمان شهر التوبة والغفران، من صدق في إقباله على الله وفق في رمضان وخرج من رمضان بصفحة جديدة، وخرج من رمضان بنفس جديدة بخلق جديد، تعلم وتربى في مدرسة رمضان حتى ترى أن بعض الناس بصيامه لشهر واحد تتغير أحواله، يتغير منهجه، يتغير تعامله، تتغير أخلاقه، لأنه صدق في الطلب، صدق في الطلب وأقبل على الله. فأقبلوا على الله واسمعوا وأطيعوا وعوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله وأطاع الرسول فاز بالجنة والغفران وفاز بالسعادة في الدارين، أي في الدنيا وفي الآخرة. حكم الصيام، حكم الصيام إخوة الإيمان عديدة، وما أعظمها وما أجلها وما أحوجنا إليها، وما أحوجنا إليها حتى نقترب من الله جل جلاله،
الذي خلق الخلق وأراد منهم القرب والأنس به سبحانه وتعالى، وأرشدنا إلى كل خير، وأتم لنا النعمة وأكمل لنا الدين. فمن وفقه الله جل وعلا سار على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفيد وليتعلم من العلم النافع حتى يقوم ويصوم كما أراد الله ويعبد الله بعلم. ولهذا أيها الإخوة المسلمون، اسألوا عن أحكام الصيام قبل أن يأتي شهر الصيام، تعلموا ولنتعلم جميعا ولنضف إلى ما عندنا من علم كيف نصوم رمضان، ما هو المباح في رمضان، ما هو غير المباح في رمضان. ولا عليك من أقوال الناس، بل عليك بأقوال أهل العلم الثقات. نجد من الناس من يقول بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، نجد من الناس من يقول لا تنظف أسنانك لأنك أنت صائم، لا تستعمل السواك لأنك أنت صائم وما شابه ذلك، لا تتعطر لأنك أنت صائم. هذه كلها أهواء، هذه كلها ضلالات ما أنزل الله بها من سلطان. فلنتعلم كيف نصوم، ما هو المباح، ما هو المكروه، ما هو المستحب في رمضان، حتى نعيش على منهج الله وعلى منهج رسول الله. إخوة الإيمان، هذا الشهر العظيم شهر العطايا. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أجود ما يكون، أجود ما يكون أي يزيد عن جوده في غير الشهور التي كان يجود بها في شهور أخرى، ولكن يزيد زيادة في شهر رمضان. فكان يكون أجود من الريح المرسلة حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن كل ليلة في رمضان مع جبريل، لأنه شهر القرآن. فهذا كذلك من حكم رمضان أن نعمر ونعمره بقراءة القرآن في بيوتنا، وأن نجعل لأنفسنا ختمات وبرامج لقراءة القرآن. أين مصدر المصاحف؟ حتى وإن لم تكن حافظة اقرأ من مصحفك، حتى وإن لم تكن قارئة اسمع من مسجلتي. نعم هناك كمبيوترات وهناك مسائل ووسائل تستطيع أن تستعين بها من أجل الله سبحانه وتعالى، وتستمع للقرآن طوال شهر الغفران حتى تقترب من الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها رضاك إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات، اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات، اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا للعمل الصالح فيه، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا للعمل الصالح فيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وما أعظمها من نعمة من بلغه الله رمضان، فتلك أعطية لا تضاهيها أعطية، هذه منحة ومنة من الله جل جلاله. فمن بلغه الله رمضان فليحمد الله. كان أبو هريرة يقول كنا ندعو الله عز وجل 6 أشهر ليبلغنا رمضان، 6 أشهر ليبلغنا رمضان، فإذا بلغنا رمضان قمناه وصمناه، فإذا مضى رمضان كنا ندعو الله 6 أشهر حتى يتقبل الله منا رمضان. هذا إبراهيم يبني البيت بأمر من الله جل جلاله فيقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يبنيه بأمر من الله ثم يطلب من الله القبول، ف
فكذلك نحن إن وفقنا لصيامه وقيامه فهذا فضل من الله جل جلاله، فندعوه أن يتقبل منا وأن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب وأن يفرج الكروب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يا حمد الله. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه ربنا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام عندنا أخت إن شاء الله تعالى ستعلم إسلامها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها وأن يبارك لها في دينها وأن يوفقنا وإياها لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه الأخت إن شاء الله تعالى تردد معي ناظر أنا غادي نقول هي غادي تردد معي إن شاء الله تعالى والكل يسمع حتى نكون شهودا لها إن شاء الله تعالى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا وأن يدلنا على الخير فأناس يعتنقون الإسلام ويدخلون الإسلام وهم يطلبونه ويسألون عنه ونحن أعطانا الله الإسلام من غير سؤال من غير سؤال ولدت مسلما من أب وأم أما هؤلاء فلهم الأجر مرتين لهم الأجر مرتين فهنيئا لمن بصره الله ولمن أنار له الله عز وجل الطريق ولمن جعل الله له نورا ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور وفقني الله وإياكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونداء للأخوات أن يأخذن بيد هذه الأخت وأن يعلمنها ما ينفعها في دينها وأن لا يتركنها عرضة لشرار الخلق وفقنا الله وإياكم والحمد لله رب العالمين.